عليكم متابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكما كتشوفوا اليوم ابتسام ان شاء الله غتقدم لكم واحد الوصفه ديال البرد، هي زوينه زوينه بزاف البرد، وغنخليها تقدم لكم ان شاء الله هادشي اللي غدير. السلام عليكم حباب ديالنا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، ونتمنى ان شاء الله من المتابعين العزاز كاملين يعجبهم هذا الفيديو، ويديروا لي لايك ويبارطاجيو الفيديو مع صحابهم وحبابهم، والهلا يخطيكم علينا يا احلى متتبعين. وبسم الله على بركه الله غنبدا معكم ان شاء الله هذه الوصفه اللي هي كما قالت اختي مالكة. هذه الوصفه الناس اللي فيهم البرد، فقر الدم، تقويه المناعه، بزاف ديال الحوايج. هذه الوصفه هذه المهم يعني معروفه في بلاد الريف، فقط كتكون عند الريافه، كتكون غير ديال الريافه. وملي كيجي عندك شي ضيف اللي هو عزيز وغالي، راه الا ما درتيلوش هاد الاكله هذه ولا هاد الوصفه هذه، يعني بحال ما كبرتيش به. وعندنا عاود في الريف المراه ملي كتولد خاصها ضروري تاكل هذه باش ترجع القوه ديالها، وترجع كاع هذيك الطاقه اللي ضاعت منها كتولي تسترجعها ان شاء الله. وبسم الله على بركه الله، عندنا هنايا تيغواوين اللي هو الشعير مقلي اونطون، يعني هو اللي كنسميوه تيغواوين، هذا الزرع المقلي. المهم هذاك الزرع مقلي ومع العشوب، مع العشوب دايرين معاه شويه ديال الفليومين تا وازير، بزاف ديال الحوايج اللي مطحونين معاه هاد زنبو، هاد الطحين ديال زنبو. وغادي نشوفوا عاود المكونات الاخرى اللي غادي نزيد معاه، يعني واحد المكونات تبارك الله ما شاء الله اللي كلاها ماشي غادي يدير تقويه العضلات والصحه وكل شيء. عندنا المتتبعين هنايا نبداو بالمقادير الكبار، عندنا هنايا كاوكاو مقلي، عندنا هنايا الذره مقليه، اللوز مقلي، الحمص مقلي، الزريعه مقليه، القرقع حتى هو مقلي، عندنا البيستاج كما اللي كقشري البيستاج، عندنا اكاجو، عندنا البندق، عندنا زريعه القرعه، عندنا هذا الخروب، عندنا هذا النبق مطحون. هنايا عندي حبه حلاوه والنافع بجوج ديالهم راهم مطحونين. عندي هنايا فليو، عندي هنايا مينتا، وعندي هنايا الزعتر. نتمنى ما شاء الله، يعني هاد زنبو هذا كيكون فيه بزاف ديال الاعشاب. عاد ازير راه مطحون هنايا، نسيت ما ذكرتش ازير كيف مطحون هنا ديجا هنايا. والصراحه هاد الوصفه هادي راه غندخلو عند ابتسام محافظ، راني ديجا قدمتها في القناه ديالي ودرت لكم الطريقه كيفاش كيديروا الناس الزنبو بالبيض، درت لكم الطريقه وكل شيء. ودابا غادي ان شاء الله نوضوا باش نتحلى الوصفه هذه. كدار غير مع البيض كياكلوها مع الكرموس، ملي كتكون خلقيتها الكرموس كتجي زوينه مع الزميطه. لا كتمشي غير مع البيض، كتجي مع البيض كتجي واحد فيها واحد ما دخلوها بالحليب، يعني البيض كنخلي. لا مع اللي معروف عندنا هو كيتكلم مع البيض، كيتكلم مع البيض ولا مع الكرموس. الطريقه ديال هاد الزنبو كنخلطوا الحليب والبيض وكنديروا في المقله، كيبقى بحال الجبن هكا، ماشي خصك تخلطوا في بحلبة بحال اللي كطيب اللبة. كيطيب كدير ليه شويه الزبده وكتحط عليه هذاك الزنبو من فوق، كيجي رائع والريحه ديالو يا سلام. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نطحنوا هاد المقادير، وغادي نخلطوا معاكم هاد ان شاء الله هاد الوصفه هذه اللي لقات واحد الاقبال اللي هو كبير ما شاء الله من عند الجمهور ديالنا والكليان ديالنا اللي كيتقدوا علينا العسل وزنبو. وكما كتشوفوا حافظ هو موجد الكوموند ديال الناس، وحنا غادي نكملوا له كوموند الاخر. هذه ابتسام غادي نديها لواحد مول الحانوت طلبها لي، ودرت له يعني درت له نصوصه هكا نصان، عندنا درت له واحد 6 د الحبات ديال السيتر وديال السيدر، واحد 6 ديال ساسن، واحد 6 ديال الكاليبتي، واحد العسيل متتبعين جابها حفيد. هذه من الناس اللي بغاو للدواء نيشان ديال ساسنويه، ديال ساسنو شي حاجه الدواء شي حاجه واعره. هذه فقط الدواء والله الا مخيره اختي مالكة. الناس ما كيزعموش عليها، ولكن الناس اللي جربوها كيقول لك راه واحد الحاجه راه واعره شي حاجه للدواء. اختي مالكة كما شفتوا راه مسكينه فيها السكر الكوليسترول هذه، ولكن لقات عليها ما علاش شربتها قبيله مع الماء السخون ما خبعتكم وراه اجنا باع العسل ونسيت.
اختي مالكه راها جربت هاد العسل وقالت لي زوينه ان شاء الله ملي غادي تكون غاليه غنعطيها تدي من هاد العسل ضروري باش تبقى تداوم عليا وغتقول لكم النتيجه. لا لا والله الا حسيت بصحتي اليوم مزيانه والله عظيم نط الصباح. لا راه صراحه انا هذيك ما قلت لك راه ما كيزعموش عليها الناس حيت من عسيرته الا عطيت له بنادم قلت له هاك ذوق ولا اني بنادم الا قلت له هاك ذوق والله الا شحال من واحد قال لي راه العسل راه يعني ما شاء الله الناس اللي زعموا عليها وكلاوها كيقول لي راه ما شاء الله يعني راه مزيان ماشي الماكله وكذا ديال التوالي شي حاجه لان فيها شويه المروريه كتعطي المروريه ولاني مع المدافي كتجي عادي ماشي شي حاجه يعني الماكله. المتبعين ديالنا اختي مالك راه غتخلي لكم النمره في الشاشه ديال التليفون ان شاء الله اللي بغى شي حاجه مرحبا وات مرحبا جميع انواع النمره ديال حافظ قولها كملها النمره ديال حافظ ومتوجده الحمد لله جميع انواع العسل والعسل اللي جاب حافظ عاود البارحه جاب هذه وجاب الدغموس جاب السيدر جاب لوكاليبتيس العسل يعني جديده اللي بغى اللوز عاود ثاني كاين اللوز والكركاع كيما انتم كنعمرهم ها هما انتم ايوا دابا الحباب ديالنا غادي ندوزو باش نصايبو ان شاء الله باش حافظ يوصل الكوموند ديال الناس ان شاء الله وها انتم معانا واحد جوج ثلاثة يلا راسي كما كتشوفوا المتتبعين غادي نخلطوا هادشي كابتسامه نخلطوا داكشي كامل تما انا غادي نضرب لهاد الحوايج هادو واش الا كاين فيهم شي هضومه ضروري غير هما ابتسامه هنا غير مقويه كاين واحد الحاجه واحد رائعه كتجي فيه زوين زوين وما كنلقاوهاش عندنا هنايا ما كانش متوفره هنايا هو داك الحبوب ديال تايدا ديك الحبه حبوب كحل واحد الحبوب وكيجي واعر كيجي فيه كيعطي واحد المذاق كيعطي واحد الاخر وعندي تقريبا بحال الزريعه الحبوب ديالو كيكون كحل كيعطيها واحد المذاق واعر ولكن حنا دابا لهيها كنا كندبروا عليها كنجمعوا عندنا تايده حنا موجوده في اكنون هنا والو ما كتلقاش كنقلب عليها سميتها ابتسام عندي واحد السميه كتقولوا نتوما بالسبنيولية بينيونيس عندها واحد السميه انا كنقول له بالشلحه كنقول له بوقريش 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 انا كنقول لها بوقريش حنا جمعنا كلشي هذاك المكونات هنايا غادي نطحنو لو كان كان دابا هذاك مازال تيغواوي ما طحنتش حنا واحد الكميه كبيره كنطحنوها في مره في الماكينه كبيره غادي تدار هنايا ودار فاني كبير وبقى تخلط وطحن يعني باش ما يتعجنش هذاك اللوز وهذاك الكركاع والاخر غادي تسهل حتى الماكينه وانا هنايا هاني درت هاد الحوايج هادو هذاك ضروري هذاك النبق وهذاك الاخر خصو يتغربل كيخلي واحد الحبوب يتغربل في الغربه رقيق باش يدوز غير هذاك الطحين الرقيق باش ملي تاكلو ما تحسوش فيه هذاك العظم ولا شي حاجه. دابا غادي ندوزو باش نخلطو دوك المقادير نحنوهم ونرجعو عاد نتلاقاو باش تشوفوهم. كيما كتشوفو المتتبعين ديالنا من بعد ما طحنا تحسيسن داك الشيء كلشي ديك الخلطه الريحه يا سلام هانتوما خلطتو مع تيغواوين ياك تيغواوين كتقولي شي حاجه كديرها ابتسام وكتمشي تبارك الله دابا هادشي هادي خداتو علينا العام اللي فات ابتسام كنقول لها هادي باش تهضر وما بغاش تهضر شراتو علينا شرات علينا العسل وصيفطنا لها هاد الزنبور وبسببها حملت لا ما غيدير والو الحامله ابتسام حيت ما فيهش شي حاجه ديالها هذا خص المراه قبل ما تحمل تكون تاكلو حيت هذا راه كيسخن اصلا هذا راه المراه اللي حامله ما تاكلوش ولكن اللي باغيه تحمل يمكن تاكل انا راه كتعجبني مع البيض فاش كديرها مع ابتسام ولكني كطلع الكوليسترول هذه غتطلع لي انا الكوليسترول حيت فيه غير في المكسرات فيه ستاج فيها اللوز فيها المهم المتتبعين ديالنا غير زعمو على هذا الوصفه ديال ابتسام تقريبا هذه المره درتها جوج مرات في
السيمانه ملي كنتي هنايا. مشاتني على الطونسيون ما ديرش الزعتر. الزعتر كطلع طونسيون. عندك الزعتر وعندك الحبه السوداء. هما كيطلعوا الطونسيون ماشي اللي كيطلعوا كيطلعوا الطونسيون. ودابا غنديرهم في السطور اللي بغا شي حاجه دابا دابا تعبروا خلاص ابتسام في الكاس. حتى كيطلبوا الناس كنعبروا باش يبقى مزيان. ونتمنى بالرياضه الناس الريفيين يدخلوا ويكتبوا الملكه شي حاجه باش تعرف شنو هو زنبو وشنو المعنى ديالو. حنا ما عندناش هادشي المتتبع ويكومونتي باش حتى الناس توصل لهم الفكره ديال هادشي. الحمد لله كنقدموا معكم واحد المحتوى اللي هو عائلي وزوين وتستافدوا منه، يعني ما كنعطيوكمش شي حاجه اللي بدون فائده، ما كنخدموا معكم غير وصفات والحاجه اللي تستافدوا منها. صراحة انا كيعجبني هكا الانسان يستافد مني ويستافد من شي واحد. هذاك الشيء علاش الصداقه ديال انا واختي الملكه راه كنستافد منها وكنستافد مني. المتتبعين وابتسام حافظ فيهم المعقوله انتم تشوفوا غير من العسل. البارح عمر تبارك الله داو الناس واليوم عاوتاني عمر الكوموند الاخر. معقول كاين ماشي شي حاجه خايبه ولا العسل اللهم بارك. هذه وابتسام عاوتاني مقابله هاد الشيء راه كدير هاد الشيء راه بنات قدامكم. تاتكم بيستاج اللوز الكركاعه البندق اكاجو اكاجو داك الشيء الحوايج زوينين والله العظيم. الحمد لله ونتمناو المتابعين ديالنا تعجبهم هاد الوصفه هادي ويجربوها ولو ما شريتوهاش من عندي. بحال كنعطيو المقادير اللي يديروا في الدار ديالهم واش تعرفوا ولو ما شريتوهاش اثمنه مناسبه. ولو ما شريتوهاش من عندي المتتبعين ديالي يمكن لكم ديروها في ديوركم. جميع دوك المكسرات زوينين يعني اللي فيهم افاده يمكن لكم تضيفوهم مع القمح المقلي. وانتم دايرين واحد الوصفه اللي هي واخا ديريها مع القمح المقلي احسن من الشعير ولا لا؟ وهذاك اللي كنديرو شنو هو داك الشعير؟ انتم كديروا الشعير والشعير راه فيه فوائد احسن من القمح. الشعير زوين الشعير الشعير راه فيه فوائد اكثر من القمح الصراحه. ونتمنى نتمنى نتمنى المتتبعين تعجبكم هاد الوصفه. تحرق لينا العشاء ونقصو بلا شويه وراه نشفات وحنا مزيانين. لا كاين الناس اللي كيديروا بالقمح. كاين هذاك الشيء اللي كيديروا بالقمح. واه هذا كيديروا بالقمح. الوالده ديالي كتقلي القمح كديروا بالقمح. كيجي لذيذ على هذا في المذاق. كيجي لذيذ كيجي لذيذ حيت الزرع الزرع شويه كيعرفها. خربوا القمح شوفي ابتسام. القمح كيجي لذيذ. سي مالك هاد النهار شوفوا يا المتبعين شنو تشهينا. احاربيل يعني سميتها احاربيل. احاربيل كنقولوا لها المحمصه. المحمصه يعني حتى حنا كنقولوا المحمصه شوربه المحمصه حنا كنقولوا المحمصه. وراه صالحه قصاح حتى مالك كيخصها تكون شويه جلاله. لا لا ما قصحت والو صافي. ولكن ما شاء الله الصراحه الريحه ديالها عطوار. راه حيت درتها ابتسام. لا حيت خلصنا فيها انا ومالكه. لا انا غير زدت غير شويه ضربه اللي زدت ليها وكنور صافي وخدمتها. والله العظيم يا شيخه صراحه شفتها عند اختي السعديه. قالت ما كراش واحد المرميطه قلت لها هي اللي ما تعاونش. قول لي كيلو ابتسام هنا باش نسيفطو لها هذيك. عرفت المتبعين مالكه خدمات معنا دات المهنه دات الحرفه. صافي غنمشي نتفارق مع الشفات هي وهذا الشيء. واحد النصوصه ديال ملكه. هذاك النصوصه واحد ديال ملكه واحد نبيه واحد اللي تحليه. كيلو اللي غندير حافظ انا ولا؟ عينك ميزان. وشوف المتبعين مشيت لفرنسا. شفتوا الصديقه ديالنا اللي كنتي كتخدمي لها؟ اييه سعديه. 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 سعدية تحية. ايوا السعدية راه ما بقى والو الشباك هي جاية في الطريق. والله هي ها انت السعدية المنتوج ديالنا اليوم. انا اختي مالكة راه دارت معايا مسكينة يدها وخدمات معايا الله يجازيها بخير. غنشوف مالكة وجبت العبر هو هذا. يا 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 يا
هو خفيف ماشي بحال الاخر زنبور. لا لا ماشي زنبور. شنو السنه كي درتي لكم كيلو؟ صافي كيلو هذا كيلو هذا راه ما فيهش الزياده يا مليكه حاولي علينا. مليكه الله يعمرها دابي ما تسمعش في الميزان. لا لا كنقول ها ايوا حافظ كاع ما عرفت انا المقدة ديالك بوحدها. ماشي حتى انا حتى انا ها ها جوج كيلو وحدين كيلو المهم المتابعين هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. نتمنى ديال اختي ابتسام نتمنى تعيطوا لها وتاخذوا هذا المنتج هذا عرفتي والله ما شاء الله. سحب كي تعاودي كنعاودوا غير كندير كميه قليله باش ما يكون جديد وطري يكون جديد وطري. المهم الفيديو ديالنا نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروا لي لايك اختي مالكة وبارطاجوا الفيديو مع الحبوب والصحاب وحتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو في روسكم الى فيديو جاي ان شاء الله.